الدولة المصرية تحذر مرتين. احنا لازم نتكلم الأول عن مصر وقيمة مصر وأهمية مصر. ولما نتكلم عن قيمة مصر وأهمية مصر، مصر تلك الدولة التي بدأت قبل أن يبدأ التاريخ وقبل أن يكتب واحد في العالم كلمة، وكانت هناك مصر وكانت هناك حضارة. مصر دي دلوقتي مستهدفة، مصر دي دلوقتي اللي احنا عشنا فيها وجدودنا وأبهاتنا اتدفنوا فيها هي مستهدفة. الهدف هو إسقاط الدولة المصرية. لذلك لازم الكل يعرف المسألة مش مسألة إخوان، دول أداة، ولا أجهزة مخابرات هنا أو هنا، دي أدوات بتتحرك وبتحرك. الهدف أن هناك قوى شر، قوى شر حقيقية تريد القضاء على الدولة المصرية، إسقاط الدولة المصرية. لذلك المعركة بتاعتنا يا أستاذ حمدي، ولازم كل مواطن يعرف كده، هي معركة بقاء، معركة بقاء، معركة أن أبقى أنا على هذه الأرض وأن تبقى أنت بمصريتك وأن يبقى كل مصري على هذه الأرض، على الأرض دي بالجغرافيا بتاعتها، بالتاريخ بتاعها، بالعمق والأهمية، بالأمن والأمان بتاعتها. اللي أنت عايش فيه دلوقتي اللي اتحقق بشهداء في الجيش والشرطة والمدنيين ربما أكثر من الحروب اللي قطعت مصر. هو تعرف لما كانت مصر مستهدفة في السابق كانت الحرب تدار ضد مصر بصورة تقليدية، لأن دي كانت الصورة الدائرة في العالم، صورة المحتلة أو المستعمر الذي يريد أو المهاجم أو المهاجم أو المهاجم كان المستهدف، كان العدو بيجي من ناحية الشرقية اللي عايز يجي ويسيطر على البلد ويأخذ ثروات هذه البلد أو يجعل هذه البلد معبر له أو يحقق من خلالها أشياء كثيرة. دلوقتي الموضوع مختلف، انت ممكن تلاقي العدو ده واحد زيك لابس بدلة زيك بيتكلم زيك، زي ما قال الخال عبد الرحمن الأبود الله يرحمه، العدو دلوقتي بقى جوه البلد، بقى جوه البلد جنبك على في القهوة قاعد. وجنبك على الكرسي. واحنا وبعدين الخيانة كان زمان اسمها خيانة، كان اسمه جاسوس، كان بعد عميل. كان بعد 67 ويتقبض على ناس، وأنا أذكر في طفولتي ويتقال إن فلان الفلاني ده كان جاسوس والمخابرات المصرية قبضت على جاسوس، ويجي كان كل دوره إن هو بينشر شائعات وتشكيك علشان يأثر في الروح المعنوية للناس وأنه مكلف بهذا. تخيل، تخيل بقى إنه هذا الرجل اللي كان بيقبض عليه لأنه كان يقوم بدور لأجهزة مخابرات معادية دلوقتي بتسمى، ده بيقول وجهة نظر، دلوقتي بيتقال إنه بيقول رأي، مناضل، وبيتقال انه مناضل ومجاهد، وتطلع منظمات حقوق انسان في العالم تتكلم وتقول الله انتوا منعتوا ليه؟ انتوا مسكتوا ليه؟ انتوا حققتم عليه؟ يا عم هي المعايير اختلفت، الامور تغيرت في العالم، المسميات في خلل موجود في المسميات. صحيح. يبقى لازم الاول احنا كلنا، كل واحد يستطيع الكلام، كل واحد يستطيع الابانه والافصاح، أن يتحدث مع الناس ويقول لهم إن اللي بيحصل ده هي معركة بقاء بالنسبة لنا، معركة بقاء. إحنا ممكن في يوم من الأيام إحنا مش عايزين نقول الحمد لله، صحيح بنحمد ربنا وهنفضل نحمد ربنا وعارفين إن ربنا بيرعى هذا البلد وأنه يضع هذا البلد بعناية خاصة، لأنه شعب من الشاكرين الحامدين المصلين القائمين. لا ملهمش حل. صحيح. محروسين. فلما يجي يا عم حمدي